معكم الباندو شخ صيان وحلقة اليوم مثل ما شفتوا بالثامنيل اللي هي ريفيو عن الديبيو اي بي تبع علي سلوم دعمه. هذا الاي بي نزل من شي 5 ايام، اخذت وقت انا عم بسمعه عشان قلت حاعمل ريفيو مش رياكشن، وحاعطي رايي بشكل عام على الاي بي، شو حبيت شو ما حبيت، كيف فهمت اشياء معينه. اليوم رح نسمع مع بعض The American Nightmare وشيفرة. My favorite three tracks بالاي بي كانوا بهذا الترتيب: The American Nightmare، مدعومة، بعدين شيفرة. سألت بلا ما عمل مدعومة هلا لأنه أطول تراك، وإذا بدي أقعد أحكي فحيكون الفيديو كتير طويل، فبنعمل نسمع هود التراكين مع بعض وبحكي إشي بدي أحكيها، giving examples من tracks معينة نحن عم نسمع. قبل ما نبلش بالريفيو، إذا عم تحضرون وعم يعجبكم الكونتنت بليز لايك وكومنت لتساعدوا بانتشار الفيديو، وأهم شيء سبسكرايب. وخلونا نبلش بالريفيو. علي سلوم، فرجينا شو عندك. ايه، اول شيء عم نسمع The American Nightmare. اوكي، مشروع بالي مثل القاعد بالفاي، محمى من الشمس بس ناقصني فيتامين، ظهوري بالبداية مثل اسبوع بالنهاية، ارهاب بالشكل يا خي بعرف ما بيصير، عنصر بكلام ومثل خنصر بالايد، يعني بفصل عن تال وكون بفجر على البيد، مثل السي فور على الفست you can see for yourself، هيدي فري بول بالزيت بس يلي بايد دول في التاك، اي كل يلي بباله هالملفات كانه هو المدير، يا شكله ناسي مشاكل الفلتان، خي الوضع رهيب، صار يحارب الهبل من امر الفلتان، خذلي بالك يا كبير، خذلي بالك يا كبير، لعبه منك وهيت سام. خلينا نوقف شوي هون، انه هيدا اللي حيجي هلا از ماي فيفورت بارت اوف ذا هول تراك. خلينا نحكي عن الاشياء اللي سمعناها قبل. اللي حبيته كتير بهالتراك هي الايديا تاعيتها، وعلى فكره الايديا تبع الاي بي كله وكيف قسم الايديا تاعيته، يعني المين ايديا على التراكس ومواضيع التراك وحده وحده حتى اسماء التراكس، كان شيء كتير ذكي بالنسبه لي ورح احكي عنه بالاخر. هون عم يحكي عن ذا امريكان نايت مير، احنا بنعرف ذا امريكان دريم، فهو عم يخبرنا قصته لما راح يعيش الامريكان دريم، كيف ات اندد اب بينج ان امريكان نايت مير مش امريكان دريم، وهو شيء كثير بخبرك عن حاله، يو نو شيء كثير حلو. يلا ولا لحظه شوي، الفلتان خي الوضع رهيب، صار يحارب الهبل من امر الفلتان، خذلي بالك يا كبير، خذلي بالك يا كبير، لعبه منك وهيت سام، يلا ولا بلا بيف، فايد بلا مفاتيح، ايده خفيف، شكله كثير دفيه، ما عتف شيخ، مصاري امريكا لمين، لا ورت راح ديعانا، كبس نحو صاروخ ايراني، حف مش بعض طرف ميرانا، عامل تحت الناس الفوقاني، فلم تارنتينو يا معلم، كلم سلم جيب الطابة لنسنتر، بدي سهن صافي نستفسر، مش سهن طافي مستهبل، مش فيلم بارد مستهتر، عامل فيلم بارد فاستنتج، عامل فيلم بارد فاستنتج، وين الروثشايلد انا الروثشايلد، كاني هوستايل وانا كوبايلد بالمركبة، بقصر مصير وبلام انا مفزك المسرحيات كلها مفبرك، الفرشخ بيضاتي مش سائل عن مرتبة، نار الكتوني او نار الوزاني، حطوا عن محنة حدود البستان وشفوا صيوني، اخراج امركاني جايبهم دبيري مركابة استاذي، طلعت القمر من ناسا فاسدي في يوم مثل لافا بيبي، فاني الباقي ما ميموري سيف ات بريزي، the American dream is a nightmare and it's going off، والصفارة بتسيسر going off jobs like a dog they be showing off، على CNN خي دي امان، بدي افهم ازا the freedom is getting hungry like it's Budapest، خي مودا نكس والاسلام out، يلا هيد فاول شرفك هيد فاول، خي بشرفك هيد فاول، يلا هيد فاول. The American Nightmare في شغلة كتير أختمن يوكي في البرودكشن، البيتس اللي اشتغلوا من الراس، حتى يعني في شيء كتير حلو بالإي بي هو أرينجمنت بشكل عام تبع كل التراكس، ما كان في أرينجمنت معودين عليه أصلا، ما كنا عم نسمع أشياء أو إنه والله إيه كب 16 رح يكب كورس يرجع يكب 8 أو 16 بكب كورس، يعني يمكن شفنا هيك مرة ما بعرف، كتير كان قليل مع انه نشوف arrangement familiar لنا، كان بالفيرسات سلوم ولا كان بالبيت بشكل عام، لانه حتى البيت ما كان لوب ماشي وانه والله هيدا الفيرس وهيدا الكورس، كان عم يعمل بيت سويتش بمطارح، وكان كتير يعني في اشياء ما كنت منك معود تسمعها عم تسمعها بهذا الالبوم، خاصة انه عم نحكي عن شيء بلبنان، مش على اوكي يمكن تجي تقول لا والله بمصر هيك بيعمل، ايه اوكي بيعمل عم بحكي عننا نحن يعني، فشي كتير حلو
الكرياتيفيتي اللي كانت عم بتصير بهذا البروجكت. خلينا نسمع شيفرا. شيفرا is my favorite track بالليبي. هيدا البارت كان سبب كتير كبير ليش انا حبيت هيدا التراك اكتر شيء. كان اكتر انترو بالالبوم او بالاي بي كان هيك ما بعرف كتير اتراكتف كتير بيشدك لتسمع التراك اكتر كتير. يعني يا ريت كان كورس صراحة مع انه الكورس تبعه حلو بس هيدا اي ثينك يعني هيدا واحد من احلى الاشياء بالاي بي كله هيدا الانترو كله خفنا من الخيار ما خليني اسمه بعد مرة ما صرت سامو مليار مرة وسيها بعد مرة لسانك غير فيك وبمتالك فتش معين فوق ايدك ليل دانس الليفا جبش سيك على لسانك غير فيك وبمتالك فتش معين فوق ايدك ليل دانس الليفا كله خيفين من خياله كله مش شايف قدامه كله متضايق من حاله كله متشايم على حالي كله مادة من استيالي لما تحطنا بنفس الخانة لا ليه عم بتهبط حيطانك ليه بدك تنزع نهاري ليه بدك تجر العالي واطي منه ما تشرفت ما عرفتك عادي ما عرفتك بقيم عادي مدرسة مدرستك واطي مع ان المدير عادي تبع عالقارب الساعب التكتك والوقت بيمروا بتمر بيمر بتحط كل الطاب الدراما والاكل بالخرا بتضلوا بيتكروا بالدير نفس الاغاني بينعادوا معاني بتمايد كلامه فهيدا بالدير نصاب ما قالوا فيها دم تخيل واحد بيمله بالمال والعامل عنتر مين ما يكون استنفر بعلم عن منطقة مش حابب المنظر بعلم عن منطقة مش حابب المنظر ضابي بالشنطة مش جاهز للسفر قابض المبلغ مش سال عن دولار خسارة مخسارة بقضيها بإثارة عم تاجر بالضاعة مش دافع التمن ضابي بالشنطة مش جاهز للسفر قابض المبلغ مش سال عن دولار خسارة مخسارة بقضيها بإثارة عم تاجر بالضاعة مش دافع التمن فك الشيفرة وما بعرف كودي عادي بالبرمجة ما انتخبت بس بسمع الصوت وقيري بالبلطجة فك الشيفرة وما بعرف كودي عادي بالبرمجة ما انتخبت بس بسمع الصوت وقيري بالبلطجة ليك إذا بدي بفكسة يا خال اعطيني جواب ببلت سؤال وإذا بدي بكتف بجدال على كتف ملك ونسيت الشؤال شو ما بده آخر انذار بيع بكلام وفتح له بزار افتح خلص الدار ما بلاقي بداله افتح له مجال علي سلومه علي عبود وعلي حمود زيد عليان ووسام ورواد سامر ونور أسرود عبرود وفوا جواد تف ورد ما بكبر راس فاكتا راسه الكبير عم يدعمنا بالصوص مازن السيد والسيد والبوس فخت لنا البيس بدنا 808 يلا على الصوت على الصوت على الصوت ابو المين على الصوت على الصوت على الصوت على الصوت على الصوت ابو المين على الصوت ابو على الصوت مينز بدي توب تريز picture perfect but it's no cheese I could pick the server like quick dessert and it's all cream broccoli I'm smoking all green I'm like bro please American product F1s and it's no crease بيع حالي بس بضل عيش came off the top like cherry why your girl call me pretty fuck it I'm calling her handsome dollar on a bill like Perry $100 bill I'm ready no I ain't paying no ransom على مدار السنة ولا عارف ايش بدي shit can get bloody like tampon brand new engine and I'm getting the crank on فك الشيفرة وما بعرف كودي عادي بالبرمجة ما انتخبت بس بسمع الصوت وقيري بالبلطجة فك الشيفرة وما بعرف كودي عادي بالبرمجة ما انتخبت بس بسمع الصوت وقيري بالبلطجة طيب هلا سمعنا تركين اللي بعده ما سمع الاي بي صار عنده سبب يروح يسمعه هلا صار فيه نحكي عن الاي بي اوكي صار فيه انا احكي what I think about it what I think اوكي مش هلا اجوا عادي لي وقيري برأيك ما تفوتش تحضر انا عم بعطي رأيي هلا بالاي بي اوكي كنت عم بحكي اول شيء عن الايديا تبع الاي بي وهو فكرة انه هيدا ديبيو البوم للسلوم ونحن بنعرف سلوم از سلوميناتي ما بنعرف سلوم الرابر بنعرفه على ستيج بس بعد ما كان منزل شيء غير الفيتشر اللي مع الراس اذا بتلاحظوا تراكس اللي بالاي بي او موضوع الاي بي بشكل عام هو مثل انترودكشن عن علي سلوم انه عم بيعرفنا مين هو علي سلوم فكرة انه اسم الاي بي دعمه وحامل صندو الشاورما هو رفرنس للسلوم القديم is very smart فكرة انه هو عم يحكي عن The American Nightmare اللي هو كان بارت من حياته انه هو راح امريكا وجرب يعمل شيء هونيك ويعيش الامريكان دريم وطلع American Nightmare كمان عم بخبرك عن حاله اكتر عم يحكي لك عن بيئته الباك جراوند تبعه
الستيريوتايب لانه هو شيعي واسمه علي وعايش ببيئه معينه. حكيك عامل لك ستوري تيلينج بتراك سانتريز عن منطقته سانتريز. حط سكت عن بيو اللي هو اكيد كان عنده ايفكت كان ايجابي ولا سلبي ولا اتنين سوا بالسلوم اللي عم نشوفه هلا. في تراك اسمه لحميه، انا فكره انه في تراك اسمه لحميه كان شيء كتير كثير حلو بالنسبه لي، لانه الزلمه عم بيغني، الزلمه هي زرافر اوكي، فصوته از هيوج بارت اوف هيز ايدنتيتي. اللحميه نحن قادرين نسمعها بكل التراكس بصوته وباللفظ تبعه اوكي، واضح انه هو حدا معه لحميه، فانه يعمل تراك عن اللحميه كمان انه خد بعد يعني اذا ما عرفت من صوتي انه معي لحميه هلا صرت تعرف انه معي لحميه. عطاك اي بي انترودكشن يعني مثالي على حال، ما شو في بعد شيء بدك تعرفه عنه ثرو ميوزك اكيد. هلا اكيد في اشياء انه والله انت مش صرت صاحبه هلا يعني اذا سمعت الاي بي، بس انه عمل انترودكشن كايدياز كتير مزبوط اللي اشتغله بالنسبه لي. هلا اذا بدنا نحكي ميوزك وايز بعتقد مازن يعني went off على هيدا الاي بي، البيتس اللي اشتغلها البرودكشن البيت سويتشز التنوع بالتراكس بحد ذاته، يعني لما كان عم يعمل بيت سويتش او ما بعرف شو التراك اللي بتفوت فيها الدرامز بطريقه كثير بتعقد، يمكن دائما كان هلا راح عم بيعمل ما بعرف. كان الشغل كثير حلو برودكشن وايز، وكان كثير واضح انه هيدي الايدنتيتي تاعت مازن بالميوزك تاعته. بس شغله كثير حلوه هو انه سلوم بكل هالانفلونس اللي مازن عنده اياه على سلوم، فوق انه عم بيشتغل على او عم يعمل ميوزك على بيتس مازن، كان عنده his own identity وعنده his own voice، وهذا one of my favorite things بعلي سلوم انه he has his own voice he has his own identity. وما بعتقد انه هو شيء سهل انه انت تكون عم تشتغل مع مازن وما تكون شوي انه على القليل على السمع تحس انه ايه والله هيدا الزلمه influenced by مازن لانه عمل هيك. حسيت انه هي has a unique voice. flow wise I love his flow. في عنده هيدي هلا هو كتير واضح كتير واضح انه هو عارف حاله كيف يكتب، بيعرف كتير منيح كيف يكتب، لانه انا صرت سامع الاي بي مليار مره وما حسيت في سرب الفلتين لا زايده ولا ناقصه، يعني كتير اون بوينت الكتابه تاعته. بس at the same time عم يعطيك اياها بفلو دليفري هيدي الليد باك اللي انا effortlessly عم بعمل هيك وحلوه، يعني لبقت له اذا بدكم مع كيف شكله مع كيف بيتصور مع كيف بتشوفه on stage كتير رواق الزلمة. فهيدي personal laid back effortlessly عم بيشتغل شغلة و at the same time ولا غلطة شغلة زبطة. واحدة من الاشياء اللي ما حبيتها كان استعمال الانجليش ببعض المطارح، او كيف بدي اقوله، في مطارح استعمل الانجليش as a rhyme كانوا كتير حلوين، مثل لما قال بلعبة منك وهي سيف اوكي، هون كانت كتير حلوة كتير حلوة. لما صار يفوت انجلش كأنه عم كب 4 بارز او 6 بارز بالانجلش، هون انا حسيت انه ما بعرف ما حبيته بالمرة، لانه بالعربي هي ساوندز سو يونيك، لما عم يقلب على الانجلش عم بتصير انه مثل مليار واحد تاني سامع. ما عم بقول انه هي منا منيحة ميوزيك او منا حلوة، عم بقول when you compare it للعربي it's bad. مش bad خلا بلا لانه بالعربي عن جد هي ساوندز ديفرنت، بالانجلش هي ساوندز جست لايك الاوفر ساتوريتد ماركت اللي بنسمعه مليار مره بالنهار اللي هو الامريكان هيب هوب. اذا بدكم يعني بتراك لحميه مثلا، يعني بعتقد لو ما الانجليش بارت بالاخر لحميه would have been one of my top 3. كتير 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 حلو هذا البارت اللي بتذكر شي بار من بعد ما يفوت بهيدا انه مش شامم ريحتك عشان لحميه او whatever. هيدا الفلو اللي بي بياخذوا بعض اللعبه بجاب التار انا هيدا الفلو كان بعقل، هيدا الباونس فلو كان كتير حلو، بس لما رحنا بالاخر فتنا كريمبرلي وما بعرف شو هونيك I was like ليش يا اخي ليه it doesn't sound unique. بس I understand انه this is who he is. بس انا اكيد عم بعطي رأي، يمكن في عالم حبت الانجليش اكتر من العربي شو بعرف. انا برايي انه الزلم اللي عم يعمله بالعربي sounds different sounds unique، وهيدا اهم شيء، وهيدا مشكله كان عم بيكون عندنا انه عم بتحس انه كل حدا عم بيشتغل ميوزك عم بيكون عباره عن بيتك فيرجن من حدا تاني اشتغل ميوزك قبله. اي ثينك الاي بي بفرج كتير بوتنشل كتير 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 بوتنشل. بعد بعتقد انه في شغل كمان معه مع عبود، ما بعرف اذا اي بي او انه في تراك كانت كتير حلوه كنت اسمعها باللايف فيرجن هيك شو ضاج راسي كتر حكي كله بيحكي طخ واصري على النكت عم قضيها الضحك. يمكن يكون غلط بالليركس هلا ما تجيش لي، بس انه على العين براسي هو في شغل بعد
يمكن احلى نهايه اسبوع عرسنا مع 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 برودوسرز ثانيين وامنين لكم فورورد تو ات، لانه اذا هيدا الاي بي فرجه شيء فرجه انه اوكي ذس از ا ديبيو اي بي، بس هيدا الزلمة عارف حاله شو عم يعمل. واي ثينك هي هاز ذا رايت مينتاليتي تو بي كونسيستنت وانه يكفي بالشيء اللي عم يعمل. علي سلوم مازن السيد الراس يعطيكم الف عافيه على هالشغل. كان معكم باندو، بيس اوت.